السلام عليكم، أسعد الله صباحكم بكل خير. مع عودة الأمطار سأقوم اليوم بإعادة زرع بعض البذور الرائعة للخضر. طبعا هذه الزراعة فوق السطح، جميل أن نقوم بزرع بعض البذور النباتات المستهلكة للاستفادة طبعا منها. هذا اليوم أو هذا الصباح مع الجو الغائم وبدأت سقوط الأمطار من جديد بعد أيام مشمسة، يمكن استغل هذه الفرصة ونقوم بإعادة زرع أو بزرع بعض البذور في المنزل. هذا شيء جيد. انظروا إلى نبتة الفول، أحببت أن أريكم كيف أصبحت، زرعتها معكم في فيديو سابق. انظروا إلى حجمها، طبعا بعض البذور تأخرت في النمو، ما زالت صغيرة، والتي أنبتت وكانت قوية ونشطة نمت بشكل رائع. انظروا إن شاء الله، هذه نباتات الفول فوق السطح المنزل، ما شاء الله أصبحت كبيرة. سأقوم اليوم كما قلت بزرع بعض البذور الأخرى، لأننا طبعا في موسم زراعة نباتات رائعة، خضر نستفيد منها، خصوصا الخضر التي تنمو في هذا الوقت مثل النباتات الفجل والجسر واللفت. هذه شتلات فجل نمت، وأيضا الخس زرعته في أواني فقط فوق سطح المنزل، طبعا لا أمتلك حديقة. أيضا ها هي طبعا هذه نباتات شمر، نباتات أيضا هي شتلات غرستها كل واحدة في إناء فقط، أواني بسيطة هكذا بهذا الشكل. أيضا البصل، هذه بعض الخضر، أيضا الأعشاب العطرية المطبخ، أعشاب المطبخ مثل هذه الكزبرة. وهناك بذور أيضا، بذور الكراث، ها هي طبعا صغيرة جدا بما أنها ضعيفة، بذور انبتت منذ وقت قريب فقط. أقوم بتغطيتها للتدفئة، أضع عليها هذا فقط هكذا، هذا البلاستيك، وأعرضها في الجو المشمس، أعرضها للشمس. هنا غرست بعض درنات البطاطس، طبعا هذا سأنتقل بكم عفوا إلى حوض. ها هو حوض، هنا وضعته. ها هي شتلات السلق، نبات جميل أيضا من المزروعات هذا الوقت. والفجل أيضا قد نما من جديد، طبعا هذا رائع، غرسته العام الماضي وهذا العام أيضا زرعته عفوا. أيضا هذا السلق، هذا السلق النوع الأخضر، ساقه خضراء، وطبعا هناك أماكن لم تنبت فقمت بجلب طبعا بذور جديدة للنوع الآخر ذو السيقان الحمراء. هذه بذوره، بذور السلق، سأقوم بغرسها اليوم أو عفوا بزرعها هذا اليوم، لأننا في جو طبعا غائم وممطر والتربة ما شاء الله رطبة. طبعا سأزرعها وبدأت الأمطار تسقط، وهذا وقت مناسب، فرصة مناسبة للزراعة لما تكون هناك بعض الرذاذ الأمطار. طبعا الري بالمطر رائع، خصوصا إذا كان هذا رذاذ قليل فقط هكذا، زخات عفوا قليلة. أقوم بزرع هنا في هذا المكان، سأتي طبعا لحفر المكان، سنلتقي بعد قليل. هيأت التربة والأمطار بدأت تسقط، رذاذ قليل عفوا، قليل فقط. هذه فرصة للزراعة، هذه البذور السلق كما قلت، هذا النوع الصنف الذي له سيقان حمراء والآخر الأخضر كما ذكرت سابقا. أقوم بملء هذه الأماكن حتى يمتلئ الحوض كله. ها هي البذور،
نضعها هكذا عشوائيا فقط. لما تكبر النباتات نفصلها عن بعضها البعض، نبعدها حتى تنمو بشكل كبير. في الزراعة فقط نزرع عشوائيا فقط بهذا الشكل، كالكزبرة والكرفس وبقدونس. ولما تكبر كما قلت هذه الشتلات نقوم بتخفيف المكان طبعا وبعدها عن بعضها البعض، نفصلها. هذه الأماكن الفارغة نضع فيها هذا النوع الآخر، هذا الشكل. لن أقوم بتريها طبعا لأن هناك أمطار بدأت تسقط، سأترك ذلك للمطر، شيء رائع. هكذا فقط أقوم بالتغطية، أحاول إدخالها هكذا فقط لأنها بذور كبيرة واضحة. هكذا عمق فقط 2 سنتيمتر أو 3 بهذا الشكل، ويمكن إضافة التربة فوقها. أحاول إدخالها هكذا في التربة عدد قليل فقط، ونضيف عليها التربة بهذا الشكل هكذا. طبعا نغطيها كلها هكذا، هكذا. ها حبة أخرى، سأبحث عن كل أماكن الفارغة وأضع فيها بذور جديدة لنبات السلق فقط بهذا الشكل هكذا. نبات جميل ورائع في المطبخ، لدي فيديوهات سابقة حوله، يعني سأريكم في علامة الآي كيف جنيت ما شاء الله من السلق عام الماضي في نفس هذا الحوض، وهدت طبعا زرعه هذه السنة أيضا في نفس المكان هكذا فقط. طريقة سهلة، لا عذر لمن يقول أن الزراعة صعبة، طبعا هي سهلة جدا، فقط بذور وبعض التربة، ولو في إناء نزرع، ولو في أواني صغيرة بعض البذور في بلكونة أو فوق سطح، ورائع إن كانت هناك حديقة صغيرة في المنزل، شيء جميل. طبعا هي زراعة صحية تماما، عضوية دون تدخل أي أسمدة، لذلك الأسمدة طبعا كيماوية، لذلك هذه الزراعة تكون صحية تماما، وجيد أن نعملها أو نقوم بها عفوا في البيت. رائع، شكل رائع، ورائع أيضا أن تحصل على طبعا خضار من إنتاجك المنزلي عفوا، هذا شيء جميل، تشعر بالسعادة طبعا في هذه أو بهذه المزروعات الرائعة. هذه الأماكن سأقوم أيضا بحفرها وتهوية التربة، وأضع بعض البذور هنا، إضافة بذور أخرى في هذه الأماكن حتى يمتزج النوعين أو الصنفين من السلق، السلق الأحمر والسلق الأخضر. هذا النبات الرائع، هذه هي الزراعة ممتعة. هذا الفجل طبعا كما قلت فجل الأحمر، لديه ساق وطبعا أحمر لأنه في الأسفل يكون أحمر اللون، يسمى الفجل الأحمر. لما ينمو سأريكم الثمرة فيما بعد، أو عفوا الفجلة فيما بعد، مازال صغير نوعا ما، قريبا ستكون جذورها ودرنات السفلية. شكرا لكم على المشاهدة.